السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس شويه. كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع هذا البرد وهذا الشتاء؟ والحمد لله نشكره، اليوم تبارك الله فتي فلت، عطات الشتاء حتى بقى الماء يدي في الماء. انا حصلتني في المارشي فزقتني مزيان وخليتها تفزقني. انتم بخير؟ واليوم مشيت قضيت شويه تاع القرعه وشويه مطيشه وخيزو وهاد اللفت مرويصة هي، ولفت البيضة كل حاجة جبت منها نص كيلو نص كيلو. إوا هادي دايرة 60 ريال جبت منها نص كيلو، وهادي تاهي دايرة 60 ريال جبت منها نص كيلو. إوا هاد الجلبانة هادي كانت عندي، وخيزو تا هو داير 50 ريال جبت غا نص كيلو. إوا هادي كانت عندي. إوا شريت شوية مطيشة هي بـ80 ريال الكيلو، هيا 80 الكيلو. إوا شريت القرعة لي دايرة 100 و140 الكيلو، ديت نص كيلو بـ70 ريال، هاهو نص كيلو. إوا وخطيت أحبابي شوية الديسير، خطيت الليمون زوين حلو كالسكر، ديتو بـ140، ديت كيلو. ونص كيلو تاع الحامض بـ30 ريال، والبنان كيلو بـ100 ريال، وهاد الفاكهه اللي تيقولوا ليها الكاكي ديتها حتى هي بـ100 ريال، ديت منها نص كيلو. ايوا بغيت نشارك معكم هاد الشيء. ومطيشه ها هي زوينه حتى هي، ديتها بـ80 ريال الكيلو هاد المطيشه. بغيت نشارك مع احبابي هاد شويه تاع الديسير، وبغيت ندير شويه كسيكسو. ايوا هاد البطاطا الحلوه كانت عندي، لا هي لا المحفور، ها هي كانت عندي هادي. وبغيت نشارك معكم اليوم هاد الطيمه هادي. بلادنا راها زوينه تبارك الله، ايوا صبت الشتاء مزيان، عطات الشتاء مزيان، كنحمدو ربي وتنشكروه. بعدا تغسلتها، تغسل بنادم وتغسل الارض وتغسل كل شيء كتغسلو، اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه. الله يجعل سيدي ربي يبعد منا الحاجه الخايبه، يا ربي تبعدها منا، والله يحفظنا والله ينقي طريقنا وطريقكم وجميع المسلمين، الله يسمح لنا ويغفر لنا، الحمد لله. ايوا قلت اليوم ندير واحد القصيعه الطعام مشاركه مع احبابي طيبه. واش غادي نديرو؟ نوضعو تاني عاد باش نكسكس شويه د الطعام ونصايبو. ايوا طيبه في هاد البرد زوينه تسخنا، اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه. تناكلو لقيناه غالي، كنديو غير ربعه ولا نديو نص كيلو، لقيناه رخيص حنا كنشريو. وغادي نمشيو مع الوقت تيحن سيدي ربي علينا. هانت شعلة الفيتة، هانت كي الزبدة، ها يلا جابها مولاها من العروبية، لا دوا لا والو، قال لي نايضة غا في وسط الجردة. ها كنمشينا كنلقى دوك الناس لي كيجيو من العروبية كيجيبو من الخيام ديالهم، كيجيبو اللفت، يجيبو كلشي كيجيبو. حلف الراجل يوم جمعة قال لي لا دوا لا تا شي حاجة، قال لي نايضة غا بالغبار تاع الغلم. كنديو كل حاجة منها شوية شوية، كنتمشاو على الوقت تيحن علينا الله، جعل سيدي ربي هو يعطينا غا صحتنا هي الأولى، بعدا ما كلشي كيعوضو ربي، اللهم لك الحمد. غا من سبت هاد الشتا هادي يفرحو تا البهايمة يفرحو، كلشي يفرح على وجه الله وجه الصبيان، اللهم لك الحمد. دابا حنا كنمشيو خيزو، شوف خيزو تبارك الله كيدير غا تاع الما غا تاع البير، ها جايبو مولاه في الشواري يلاه شاسو. ها شريت منو تا هو نص كيلو، ها قلت نشارك مع حبابي اليوم هاد الطعيمة.
لا ربي نشكره، اللهم لك الحمد. الخضره اللي كياكلوا الناس ماشي الطعام، الخضره زوينه في هذا الوقت. اللهم لك الحمد الحمد لله. نقيوها البطيطه صغير، ورا جايبها مولها كيبيعها بدرهمها، قال لي تاع الرمل. وبغيت نشارك معكم اليوم هذا الكسكس وهذا طيب. الله يرحمنا، هاد الشتا طاحت في الوقت ديالها. اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه، الحمد والشكر كله كيرجع لله. الله يجعل ربي صايب القلوب، الله يجعل سيدي ربي يحيد البنادم اي حاجه من قلبه خايبه، الله يحيدها ليه، الله ينزل الرحمه في القلوب في اي واحد، يجعل الرحمه من عند الله. ايوا دابا غادي ندير هاد شويه الجليبينه، واحد شويه الجلبانه. جلبينه زوينه، جيبنا كبيعوها الفلد عندنا حنا، راهي الرقم واحد في الخضره زوينه، مع قريبه حتى الفلد قريبه شويه للعروبيه، الصحاب العروبيه كيجيو كيبيعوا كيجيبوا حاشاكم على البغال كيبيعوا الخضره زوينه. ايوا كنطلبوا ربي الله يزيدنا الشتا وتزيان الوقت والقلوب يتغسلوا من الداخل. الله يجعل سيدي ربي يحفظنا من اي حاجه خايبه لينا ولجميع المسلمين، لينا وشي خير. الله يجعل سيدي ربي وهالمطر اللي طاح هذا النهار، الله يعطيه خير في خير، ولينا وشي حاجه خايبه الله يحيدها ليه من قلبه ما يديرهاش، الله يبعدو من حاجه خايبه. الحمد لله عايشين باش ما عطى الله، اللهم لك الحمد. الحاجه اللي تبغي تبغي الراس تبغيها لخوك، ما تبغيش لي حاجه خايبه كيف ما بغى يكون نوعه، بغي لي حاجه زوينه وربي هو كيحفظك. اللهم لك الحمد، وبصيغ ربي الله يعاوننا والله يوقف معانا هذا النهار الكبير عند الله. والله يشافي ليا واحد ولد اختي، والله يجعل سيدي ربي يكون منه، راه كاين في ميريكان، الله يشافيه هو ومرته، الله يجعل سيدي ربي يقعد وسادو دعيو معاه، لا هو لا مرتو راه مريضه مسكينه مرتو، الله يشافيها، الله يشافي كل شيء، والله يشافي ليا اختي، والله يشافي وليداتها، ويشافي جميع المسلمين كاملين خارج الوطن وداخل الوطن. ايوا هاد الشيء اللي غنقول دابا، حنا كنقطعو هاد الشيفرون لا حاجه درت منها شوي شوي. ايوا ندير واحد المطيشه، ما هي مطيشه تبارك الله دفعت اليوم حتى قالت تبارك في المارشي 80 ريال الكيلو، ولكن السوبر تاع مطيشه فنة سالا. هادي راه كتكال كتكال ديسير، هادي جميع الفيتامينات. يلا انا شربت مع حبابي هالطعي الخضيره. يلا دابا حنا ديت هاد شويه تاع الحامض، ها هو الحامض، الحامض ديت نص كيلو، نص كيلو 30 ريال. وديت هاد الليمون بحال جابو مول البيكو زوين غزال، وديت هاد البنان ها 100 ريال، مطيشة 80 ريال، هاديك الكاكي ها هي ب 80، وهادشي اللي قسم الله والحمد لله. اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه، الحمد والشكر كيرجع لله سبحانه. هو
ايوا حبابي نخليوكم دابا تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. كنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات الجايين، تهلاو ليا فراسكم. وما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء، وزيد ان شاء الله تكبر العائله ديالنا وتكبر القناه ديالنا، وديما نقدموا لكم الجديد. تهلاو ليا فراسكم.